بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ مدارس أشتار الابتدائية الأهلية، أرحب بكم لهذا اليوم ودرس جديد من دروس القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الرابع الابتدائي. يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. بداية مثل ما تعودنا كل درس نبدي بدعاء لأحد الأنبياء عليهم السلام، ودعاءنا اليوم راح يكون دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث كان يقول: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا سبب ذكر النبي إبراهيم عليه السلام مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أنه يعود نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى النبي إسماعيل عليه السلام اللي هو أحد أولاد النبي إبراهيم عليه السلام، فإذا يرجع نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى النبي إسماعيل اللي هو ابن النبي إبراهيم. أعزائي التلاميذ، في الدرس السابق أخذنا موضوع من السيرة النبوية الشريفة، وتعرفنا على وفد أهل المدينة اللي كانت هي تسمى بيثرب، وتعرفنا على هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين إلى المدينة المنورة. تذكير سريع لأهم الأحداث اللي كانت واردة، إنه هو بعد ما توفى عم الرسول أبو طالب اجتمع زعماء قريش ومنهم أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان، وقرروا قتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والقضاء على الإسلام والمسلمين. لكن الله سبحانه وتعالى بعث جبرائيل وأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المؤامرة، وأمره بأن يخرج من مكة ويهاجر إلى المدينة المنورة. السبب أنه هو اختار المدينة المنورة لأن بعد ما جاء وفد أهل المدينة المنورة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اتبعوا دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأصبح الإسلام يوجد في المدينة المنورة، وجاءوا ودعوه إلى الهجرة إليه. فقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بجعل علي بن أبي طالب عليه السلام ينام في فراشه لأسباب عديدة، أولها ليوهم المشركين، ولكي يستطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة والابتعاد عن مكة ويحتاج إلى وقت كافي، إضافة إلى أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر علي بأن يؤدي الأمانات إلى أهلها، الأمانات والودائع التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تذكرون المعجزة اللي صارت في فتحة الغار، فتحة الغار اللي اختبأ بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عندما دخلوا إلى الغار أرسل الله سبحانه وتعالى عنكبوتا ونسج بيتا حول فتحة الغار، إضافة إلى أنه الحمامة بنت عشا وجلست أمام فتحة الغار، وكانت هذه يعني الحادثة اللي جرت وأوهمت المشركين أنه لا يوجد أحد في هذا الغار، وابتعدوا ملاحقين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدها خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر الصديق وتوجه إلى المدينة المنورة، وبعد عدة أيام وصل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، واستقبلوه أهلها من أهل المدينة والمهاجرون بالأناشيد وبالفرح، وكان نشيدهم طلع البدر علينا هو من الأناشيد الجميلة التي استقبل بها المسلمون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
درسنا لهذا اليوم هو أحد دروس الآداب الإسلامية اللي موجود عندنا بالفصل الأول من هذا العام. كان في كل عام يعني نأخذ مجموعة من الآداب الإسلامية، لكن في هذا العام عندنا أهم العبادات اللي فرضها الله سبحانه وتعالى على الإسلام والمسلمين راح تكون هي درس هذا اليوم. درسنا لهذا اليوم راح يكون عنوانه الصوم وأهميته. الصوم وأهميته، تذكرون أركان الإيمان وأركان الإسلام، هذا شيء مهم أحفظها وأفرق بيناتها. أركان الإسلام كانت هي الشهادة، إقامة الصلاة، صوم رمضان، والزكاة، والحج. الشهادة أخذناها العام بصف الثالث ابتدائي وعرفنا شنو يعني الشهادة وكيف ننطق بالشهادتين. إقامة الصلاة أيضا في الصف الثالث الابتدائي أخذنا تفاصيل الصلاة وكيف تكون الصلاة وما هي موجباتها وما هي أهم تفاصيل الوضوء أيضا اللي هي لا تقوم صلاة إلا بصحة الوضوء. فإذا هذا العام راح نتعرف على الصوم وأهميته وما هي أهم أحكام الصوم. إذن عندي أركان الإسلام الخمسة اللي هي ما يجب على المسلم أن يقوم به، هو هذين الأشياء الخمسة الواجبة. إذن الصوم راح يكون درسنا لهذا اليوم. كنا نعرف شنو هو شهر رمضان. شهر رمضان هو شهر الصيام. زين، هذا الموضوع مهم جدا. نعرف كل الزين أنه شهر رمضان شهر مبارك الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن، فحيث قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. إذن شهر رمضان، في شهر رمضان المبارك تكثر فيه العبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى. إذن يكثر المسلمون في هذا الشهر من الدعاء والصلاة وقراءة القرآن، فهي تطهر النفوس من الكراهية والأنانية وتقبل على حب الخير للجميع. فعند مساعدة الفقراء والشعور بألم الفقراء هذا راح يولد الألفة والمحبة بين الناس، وتقبل على حب الخير للجميع في هذا الشهر. فذن نستمع إلى الخطب والمواعظ الدينية ونستفيد منها، إضافة إلى أنه في هذا الشهر نكثر من التبرع بالمال والمساعدات في هذا الشهر للفقراء والمحتاجين، ونقيم موائد الإفطار لهم طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى ولنشر المحبة والتعاون والتواضع في المجتمع. للصيام فوائد كثيرة، أولها أنه هي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن عندي فائدة ثانية اللي هي أنه هو تفيد صحة الإنسان. تفيد صحة الإنسان شلون يعني تفيد صحة الإنسان؟ أنتوا تخيلوا ماكينة تشتغل، زين هاي الماكينة تشتغل يومية 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 يومية، تشتغل تعطل لو ما تعطل؟ أكيد راح تعطل هذه الماكينة. لمن أنا عندي في الجهاز معين، أبسط شي نقول مثلا مولدة، هاي المولدة اللي تولد لي الكهرباء، إذا ظل استمر 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 استمرت ما راح يجي يوم إنه هي توقف. زين، إذا أنا هاي المعدة والجهاز الهضمي اللي موجود عندي بجسمي من بدايته
إن شاء الله راح تاخذون هاي التفاصيل كاملة بدرس العلوم، يعني من بداية اللقمة من تدخل الفم إلى حد آخر مرحلة من مراحل الهضم، لو كان مستمر في شكل يومي وعلى مدى يعني فترات طويلة جدا. زين هي هذه مهم راح يجي يوم وتتعب، صح لو خطأ؟ فإذا الجسم يحتاج إلى راحة، الجهاز الهضمي يحتاج إلى راحة، تنظيم بأجهزة الجسم كافة. زين إضافة إلى أنه لما أصوم راح أبتعد عن الغيبة والنميمة والكذب، راح أتعلم على رحمة الفقراء، يقوي إرادة الإنسان وعزيمته. هذه كلها أشياء يعني جسدية ونفسية. جسدية أنه أنا راح أريح جسمي من العمل المتواصل، إضافة إلى أنه راح أحاول أنه أعدل من الأشياء اللي أنا أتصرف بها بشكل عام. لو بقيت شهر كامل أنا مبتعدة عن غيبة، مبتعدة عن نميمة، مبتعدة عن كذب، ويومية أساعد أحد اللي أشوفه محتاج، ويكون الصبر عندي، أقوي الصبر عندي، إذا ظليت لمدة 30 يوما أنا على هذا الحال، أكيد جسمي راح يتطبع بهذا الشيء، نفسي ودماغي راح يتطبع بهذا الشيء، إنه أنا راح أقول من أريد أخذ غيبة أحد أتكلم عنه بسوء، لما أحاول أكذب أتذكر إنه أنا كنت ممتنعة عنه هذا لمدة طويلة وفترة طويلة، فراح أبتعد عنه. فإذا مو بس يقوي جسم الإنسان وإنما نفس الإنسان وصبره وعزيمته وإرادته. إذا كان هذا العمل يعني يكون بنية صادقة لوجه الله تعالى، إنه أنا فعلا أريد أغير نفسي، إنه أنا فعلا أريد أبتعد عن الغيبة والنميمة والكذب إلى آخره. فإذا الصوم ليس فقط إنه هو فائدة لجسم الإنسان، وإنما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنه من صام صامت جوارحه، من صام صامت جوارحه. معنى ذلك إن الصوم ليس امتناعا عن تناول الطعام والشراب إلى آخره فقط، لكن هو امتناع أيضا عن المحرمات. محرمات مثل شنو؟ مثل الكذب والغش والغيبة والنميمة والاعتداء على الآخرين وأخذ أموال الناس وظلمهم. إذن شهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة والتوبة. هذه هي مجموعة من الأشياء اللي يجب أن يبتعد عنها الصائم في هذا الشهر. أشياء ممكن أنه تكون هي نطقا باللسان لكن أثرها جدا كبير. الكذب من الأشياء المكروهة والغير لائقة، النميمة كذلك، الفحش، عد الشتم والغيبة إلى آخره من الأمور المحرمة عند الإسلام. راح نتعرف أنه على أحكام الصوم، أنه على من يجب الصوم. الصوم واجب على كل مسلم عاقل بالغ، انتبهوا علي، الصوم واجب على كل مسلم عاقل بالغ. يعني شنو هذه الأشياء الثلاثة المهمة؟ أول شيء من ذكر مسلم يعني إحنا عندنا ديانات متعددة، أكيد عندنا الإسلام وعندنا الدين النبي عيسى عليه السلام ودين النبي موسى عليه السلام. فإذا الصوم بهذه أحكامه واجب على منه؟ واجب على المسلم. والعاقل، المقصود بالعاقل يعني أنه ما يوجب الصيام على الطفل وعلى المجنون. العاقل يعني المجنون ما واجب عليه الصيام لأن ما يدرك أفعاله، أيضا الطفل الصغير. أما البالغ فيقصد بالبلوغ اللي هو أنه يوصل السن الخاص بالتكليف. السن الخاص بالتكليف اللي هو معروف عندنا انه عند بلوغ الشخص العمر الخاص بأداء الفرائض يجب عليه ان يؤدي الفرائض. مثلا عندي البنت يكون واجب عليها عند اكمال 9 يجب عليها العمل بما وجبه الله سبحانه وتعالى من صوم وصيام وصلاة. يجب عليها البدء
العبادات الواجبة من الصلاة والصوم وارتداء الحجاب إلى آخره من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. بداية عندما يبدأ شهر رمضان المبارك وتبدأ الاحتفالات بهذا اليوم ويعلن عن أنه بداية الشهر، إذا تعرفون كل زين أنه إحنا كيف يكون بداية الشهر الهجري، تكون بداية الشهر الهجري عند رؤية الهلال. فعندما تبدأ أيام شهر رمضان المبارك ليلة الصيام، يعني قبل ما نصبح ثاني يوم صيام صار دنيا الليل وإحنا ثاني يوم رمضان وراح نبدين السحر وراح نبدين نجهز للصيام، راح تكون نية الصيام قربة إلى الله تعالى. نية الصيام قربة إلى الله تعالى. شنو يعني قربة إلى الله تعالى؟ يعني أنا صيامي هذا هو أنه أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وأطلب منه الرحمة وأطلب منه المغفرة وأطلب منه أنه يرضى عني الله سبحانه وتعالى. لأن لو كان صيامي لمجرد أنه أتباهى أمام الناس أنه أنا صائم ولمجرد أنه أكون مثل الناس الباقين والناس اللي تصوم ومخبوصين ومجهزين ومسوين حتى يقولون علي صائم، يعني مجرد تباهي أمام الناس، هذا ما يكون صيام وما ينحسب صيام. فقط اللي تكون نيته إلى الله سبحانه وتعالى، قربة إلى الله تعالى، يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن نوينا الصيام وعرفنا على منو يوجب الصيام. إذن ما هو الصوم؟ كيف يكون الصوم؟ الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب والأخلاق السيئة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني بعد ما يصير وقت صلاة الفجر إنه يبدي، يعني من يصيح الله أكبر الأذان للصلاة يبدي بعد هنا يمتنع عن الطعام والشراب ويبدأ الصيام إلى غروب الشمس، يعني إلى أن يصير وقت صلاة المغرب. تبقى هاي عدد الساعات تختلف من كل سنة إلى سنة أخرى على عدد الساعات ووقت الصيام. احنا هالسنة راح يبدي يتقرب الصيام على الشتاء، العام صار ويا فترة الامتحانات، هالسنة راح يكون بعد أقرب من الفترة اللي صارت بالسنة الماضية بتقريب 10 أيام تقريبا يختلف الموعد. بعض المرات يكون الصائم خصة بالأيام الأولى بعد ما متعلم على الصيام فينسى ويأكل شيء بسيط أو يشرب مي أو أي شيء ممكن يصير قدامه، هل حالة هذه يبطل صومه؟ لا، إذا نسي الصائم وأكل أو شرب فلا يبطل صومه، يعني مو يروح يختل ويقول أني نسيت، أو مو يروح مثلا يسويها بدون ما أحد يحس بعدين يمثل انه هو ناسي، لا ماما، اذا نسي فعلا يعني يكون صيام، يعني النسيان ما تحقيقي مو تمثيل، فاذا هذا هو يكون صيامه مو باطل. اذا نسي الصائم واكل او شرب فلا يبطل صومه. احنا شو نقول عليها بالعامية؟ نقول اجته هدية، اللي يشرب او ياكل بدون ما يحس نقول اجته هدية، على مود انه جسمه من الله سبحانه وتعالى. هي جاي بعد سوالف اهلنا من احنا نسولف بيها. فقرة ثانية اللي تقول انه الشخص اللي ممكن ياخذ رخصة، احنا نقول شلون ياخذ رخصة من احد انه حتى ما يؤدي هذا الشيء اللي عليه. اذا كان شخص مريض او مسافر يجوز له ان يفطر ويجب قضاء الصوم بعد شهر رمضان المبارك. يعني إذا شخص مريض، طبعا لازم يكون مرض قوي لا سامح الله، مرض بحيث يمنعه من الصوم، إنه إذا صام راح يتأذى أو ينام مستشفى، مرض اللي إذا ما أكل فترة معينة أو ما شرب فترة معينة من السوائل، خصوصا لأمراض اللي عندهم أمراض الكلى، اللي عندهم أمراض القلب، عندهم أمراض
يعني مزمنة اللي تمنعه من الصوم. هذا ممكن انه اذا خلال هالفترة فترة شهر رمضان ما قدر يصومها، لكن بعدين اتشافه وقدر انه يصوم، لازم يقضي عدد الايام اللي فطرها بعد شهر رمضان المبارك، فاذا يجب عليه القضاء. اما المسافر فاكيد تعرفون انتو السفر مشقة وتعب، خصوصا بالفترة السابقة بأيام زمان كان السفر مو مثل هسه بالطيارات وكذا، لكن همين مشقة وتعب. فأيضا يجب عليه أنه ممكن يفطر زين، لكن يجب عليه القضاء بعد شهر رمضان المبارك. عندي فقرة ثانية للي لا يجب عليهم الصوم، هما الشيخ والشيخة، يعني كبار السن. كبار السن يعني بيبي وجدو او اي احد ممكن انه يكون عمره كبير بالسن، هاي الفقرة ذول الناس ما يجب عليهم الصوم. ليش؟ اذا كان الصوم يسبب لهم مشقة، يعني تعبون، خصوصا اذا عندهم بعض الامراض مثل الضغط، السكر، القلب، الاشياء اللي اذا ما اخذ الدواء بوقته راح يسبب له تعب، راح يسبب له أذى، ممكن أنه يتخربط، ممكن أنه ينام مستشفى، ممكن أنه لا سامح الله تؤدي إلى الوفاة. فإذا كان هذا الشيخ والشيخة بأمر من الطبيب المختص، أمر من الطبيب المختص، يعني مو بكيف يقول والله أنا صرت كبير بالسن هاهي بعد ما صوم عليه، لكن لا، إذا كان الطبيب المختص يبلغ أنه هذا الدواء ما يصير يتركه، أو هذا الدواء صعب عليه انه ياخذه باوقات متباعده، فيمكن انه يترك الصيام، ولكن يطعم عن كل يوم مسكين. هاي يسموها الفطره، احنا نسميها بالعاميه، يعني انه الشخص اللي يكون عنده سبب صحي كل يوم ينطي مسكين اطعام المسكين. هاي بيها تفاصيل كثيره، يعني مثلا احنا اذا نريد نجي نفكر بالاطعام المسكين راح يكون ترتيب شلون، مثلا نقول وجبه مشبعه. المسكين معروف المسكين منه، الشخص اللي ما يتمكن من شراء الطعام ولا يتمكن من انه يكون عنده وجبه كامله بشكل يومي. فاذا اطعام المسكين انه اطعم شخص لا يتمكن من توفير الغذاء الى يكون وجبة كاملة مشبعة. يعني شنو اللي يشبعني أنا؟ شنو اللي يوكلني ويشبعني؟ أوكل هذا المسكين، على أساسه تقدر إما بمبلغ مالي أو بإعطاء الطعام إليه مثل ما هو يحب. أما من أفطر عمدا في شهر رمضان، يعني متقصد الإفطار، أي إحنا نقول عليه عناد. شايفين شلون واحد يعاند؟ بالعناد ما أصوم، أني ما أصوم شهر رمضان، ما أريد أتعب. إذا من أفطر عمدا في شهر رمضان يجب عليه قضاء الأيام التي أفطر فيها، ويجب عليه الكفارة. زين شنو الكفارة؟ يعني مثلا بشهر رمضان المبارك اتعمد أنه يفطر مقبل أنه يصوم، زين هذا الشخص بعد شهر رمضان تندم يريد يرجع يكفر عن اللي سوى، أول شيء يجب عليه قضاء الأيام التي أفطر فيها. كم يوم هو فطر؟ يجوز فطر شهر كامل، أو يجوز فطر أيام قليلة بعدين تندم ورجع كمل الصيام. شنو هي الكفارة؟ الكفارة هي إطعام 60 مسكين، 60 مسكين عن كل يوم أفطره. يعني فطر يوم يدفع 60، فطر يومين يطعم 620، فطر 3 أيام يطعم 180، وهكذا. انتوا احسبوا اذا هي 60 مسكين زين وفطر شهر كامل، ايش قد راح يطعم؟ مو فطر شهر كامل، فطر اكثر من سنة، يعني اكثر من رمضان. يعني هاي كليتها يحسبها حساب اذا كان الافطار عمد، اما اذا كان الافطار بسبب هذا حسابها يختلف. لكن الافطار العمد هي الكفارة، تكون اطعام 60 مسكين
عن كل يوم أفطره، مو عن ال عن ال الشهر كامل، لا عن كل يوم. الفقرة الأخيرة تقول إنه إذا أفطر المسلم لا يجوز له أن يجاهر بالأفطار أمام الصائمين. إذا أفطر المسلم لا يجوز له أن يجاهر بالإفطار أمام الصائمين. يعني شنو يجاهر؟ يعني يظهر إفطاره. مثلا احتمال مثلا هذا الشخص المفطر عنده سبب طبي أنه هو ما يقدر يصوم، مو عنادا ولا عمد ولا إفطار عمد، لا يعني يكون مثلا كان مسافر ورجع، أو كان مريض، أو عنده سبب صحي مزمن أنه نهائي ما يقدر يصوم. بهاي الحالة يجب عليه احترام شهر رمضان المبارك. إذا يريد يأكل أو يشرب لكن لازم يكون في مكان بعيد عن الصائمين، يعني احتراما لشهر رمضان المبارك. مو الناس كلها صائمة وملتهية وتعبانة وهو يفوت قدامهم بذاك الحار بذاك الصيف شايل بطل المي ويشرب المي بكل سهولة قدامهم، مثل واحد يغور واحد انه على عنادكم اني ما صايم. لا، لازم يكون احتراما لشهر رمضان المبارك انه ما يجهر بالصيام وما يمشي ويقول اني فاطر اني مو صايم اني كذا اني كذا. لا، هذا الشيء مو جائز. زين مومات، هذا الشيء مو جائز انه يجاهر بالافطار امام الصائمين، حتى وان كان هو عنده سبب بالإفطار، حتى وإن كان عنده سبب بالإفطار. حبايبي الحلوين، اليوم كان درسنا عن الصوم وأهميته. شرحنا درس الصوم وعرفنا ما هي أحكام الصوم وعلى من يجب الصوم وما هي نية الصوم. المطلوب من عندكم حفظ درس الصوم وأهميته وكتابة حل المناقشة في الدفتر. الحل موجود عندكم، المناقشة أيضا موجودة بالكتاب. المطلوب كتابة حل المناقشة في الدفتر. أما في الدرس القادم راح يكون قراءة وشرح سورة الليل. الدرس القادم سيكون قراءة وشرح سورة الليل. أترككم في أمان الله سبحانه وتعالى وحفظه، وملتقانا وإياكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.